عليك. انا انا من يجمش مثلني بعد بعد 60 سنه يعني بعد الثوره هذه وكذا من يجمش مثلني رجل ومن يجمش يقول ان القصاصه رجل سياسه. انا مستحي باش نقول لانه الكلام مردود على وجهي لانه الكلام الناس اللي درسوا سياسه هذا سيتان جينيول. شو جينيول؟ مش 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 رجل سياسه. السياسه بعيده جدا على ما يفعله القصاص والاعلام. الاعلام مع الاسف هو كان طرف كبير. هل يعقل الان احنا بعد الثوره انه القصاص يكون نجم سياسي؟ القصاص يتحاكك مع الباجي كايد سبسي؟ معقوله هذا؟ هذا راي خاص واتحمل مسؤوليه الشخصيه. يا عم يا عم يا عم خذ بالك علاش انا بيدي مانيش موافق. خذ عزيز خذ عزيز موافقني ولا مش موافقني هذاك امر. انا نحكي لك انا تكويني سياسي وما عملش سياسه. ما شكون انتخبوا القصاص في المجلس التاسيسي؟ ينجم يختب ينتخب يشريهم بالفلوس؟ لا لا عشيرته تنفعش. عشيرته قداش؟ يا ودي القصاص يعني يمثل فئه من الشعب التونسي اللي هي موجوده. اللي انا من فئه هذه موجوده وانا راني عامل كيف سياسه قرار في انجلترا. نعم. عامل دروان انترناسيونال. لكن القصاص يمثل الشعب التونسي ويمثل نسبة كبيرة. شريحة شريحة ما قلت يمثل الشعب. أنا لا يمثلني هم يمثلون. أنا لا يمثلني ولا أتشرف أن يمثلني. خلينا بالقصاص. لا 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 تحترموا الناس. أنا ما سبيت. لا بالضبط. أنا قلت لك أنا قلت لك تقول لي هو تقول لي هو لو جيت أنا أحترم لو جيت أحترم كل المهن مش عار في اي مهنه كانت في المشهد. يعطيك الصحه. اما بتجي تقول يمثلني سياسيين انا لا يمثلني. شكون يمثلك سياسيين؟ انا كتوني انا يمثلني السياسي المحنك ويمثلني السياسي مثلا انا المثقف السياسي المتسيس السياسي اللي هو واعي. شكون اللي راها؟ اما السياسي القصاص تعرف ننصحه شو يعمل؟ اي اعطيني يمشي يدخل للكوميديا. عنده تقول القصاص الممثل لا 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 عنده لانه عنده لانه عنده طاقه كبيره في في في, في التمثيل وطاقه كبيره في 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 باش ما نخرجوش على الموضوع. شكون يعجبك من السياسيين؟ ما فماش شكون تهتم شكون اللي يهتم فيك؟ شكون اللي ترى فيه التوازن اللي تحكي عليه انت؟ التوازن والعقلانيه وهذا السياسي نجم يفيد تونس اليوم في هذا الواقع اللي كلنا ننتقدوا فيه وكلنا نقولوا الامور مش ماشيه وماشيه وماشيه. انا مش انا 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 راى انه في الساحه السياسيه الخارطه السياسيه الخارطه السياسيه الان التونسيه مع الاسف هو صراع بين محامين مع صراع بين حقوقيين. انت تشوف كلهم حقوقيين قاعدين يرافعوا على كل واحد يرافع على وجهة نظر سعلي. نرجع لك بعد هذا.